ميك اب بخلص، ما احس اقدر اخلص. نضيف كم يا معيدية؟ اتوقع وايد والله. الله الله وايد متحمسة حق العيد. خلصت. مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة. السلام عليكم. ويوم جديد. السلام عليكم. ليش ترعبين بدوني؟ شو اسوي زين؟ انت ميت. لا 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 ما يستوي. انت ميت زين. ما يستوي ترهبين. خلاص خلاص. يلا بنرحب مع بعض. يلا بعد الترحيب. يلا وقفي. اقف؟ هالمرة نوقف. واحد اثنين ثلاثة. ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة ويوم جديد وياي انا ونوم. انا ونفسي. وانا اليوم قاعدة ارتب حق العيد. انا اشوف شو جايبة. والحمد لله يا خليفة انك جيت عشان تساعدني. بس عاد بس ليش تحطين هذا حق العيد؟ لان خلاص العيد قرب لازم نتجهز. وزين احنا في العيد ما بنكون هني. شو ما بنكون هني؟ احنا ما بنكون هني، احنا عندنا مفاجأة، عندي مفاجأة حقك. احنا ما بنكون هني في العيد. شو ما بنكون هني؟ ما بنكون في الرايح. يعني ما بنكون. إذا خبرني وين بنكون عيل إذا ما بنكون هني؟ زين أشوفها. لا تغير السالفة خليفة. بنظف بساعد. ساعدني إذا خبرني. بس بوديك مكان وايد وايد حلو. والله؟ بس يعني بعرفت على وايد وايد أشخاص. متحمسة. مو بشخص واحد. وايد أشخاص. فيعني أنت ليش قاعدة تسوين هالشيء؟ حمسني يا خليفة إذا خبرني وين؟ خليفة ما يستي تسوي فيني شيء. أنا قلت لك ما بقول. يعني ما يستي تقول لي شيء وتخليني بعدين اجلس اترياك متى تقول لي، ما يستي تحمسني شيء. انا قلت لك انه ليش تنظفين هالمكان، ترى احنا ما بنكون هني. زين على بالي بنكون هني. انا اعطيك علم يعني انه خلاص لا تنظفين. خلينا ننظف شوي بس. يعني ما بتخبرني، ما في فايده. لا ما في فايده. خلاص انزين. يلا. تنظف انت؟ ايه. شو ها؟ كيف تنظفين فيها انت؟ بس شي ما شو انت نظف الارضيه انا بنظف. ما اعرف انظف هذا، انا ما اعرف انظف فيه. تعبت. خليني اشوف من فواز امس. بديت. خليني اشوف من فواز امس. تعبت انا خلاص. استغفر الله. خلاص زين يلا نشوف مشاهدينا فايز سؤال حلقه امس. ومبروك. مبروك جائزتكم 2000 درهم. مبروك للفائز وان شاء الله تتهنى فيهم. ومشاهدينا كلكم تستاهلون. كلكم تستاهلون. واللي ما فاز بسؤال حلقة اليوم يقدر حلقة أمس يقدر يفوز اليوم. يعني لا تستسلمون. لا تستسلمون، كلكم شاركوا وتفاعلوا ونخبرهم سؤال حلقة اليوم. يلا خبرهم الحين. يلا أنا بخبرهم. وسؤال حلقة اليوم هو من عادات وتقاليد دولة الإمارات في العيد تقديم الفوالة وتحضير البخور، عدم وضع شيء على السفرة، أو توزيع المصاحف. مشاهدينا لا تنسون تطرشون أجوبتكم والأرقام ظهرها على الشاشة. وكلكم تحمسوا وكلكم شاركوا. وطبعا اختاروا رقم بلدتكم وهي آخر فرصة تقدرون تربحونها خلال رمضان. فكلكم شاركوا وتفاعلوا. مرة ثانية اللي ما فاز بسؤال حلقة أمس يقدر يفوز بسؤال حلقة اليوم. فبالتوفيق للجميع. وإحنا يعني وايد فرحانين لأن العيد بيه. إيه أنا وايد متحمسة بعد. ويعني قرب. وإحنا الحين شو اسمه؟ يعني وايد وايد فرحانين ومتحمسين حق العيد. وايد أكيد والله. صح؟ وايد متحمسة. وبنفس الوقت يعني عندنا مفاجأة. عندي مفاجأة. يلا أنا متحمسة والله بعد. أنت متحمسة صح؟ وايد متحمسة. أنت الحين من الصبح قاعدة تسأليني. شو؟ هي صح والله بسألك أسألك صار لي. مشاهدينا والله زين شي يعني الواحد صبري. يخبركم شي بعدين يخليكم تتريون؟ المفاجأة ما يستوي تقولي حق حد. كيف يعني؟
يعني مفاجأة ما استوي خبرت الشيء. علش خبرتني بالبداية؟ قلت لك مفاجأة ترى، يعني يوم تيبين حق حد هدية تقولي له شو هي؟ لا خلاص ليش المفاجأة؟ إزاي بس متى بتخبرني؟ يوم يستوي يوم العيد، بعد شوي بعد شوي خلاص، عشان يعني ترتاحين عشان ارتاح متحمسة وشي، بعد شوي خلاص. خلاص انزين متريا أنا بشوف. زين زين انت شو احلى شيء عندك في العيد؟ احلى شيء في العيد اليمعه هي احلى شيء والله. يمعه الاهل، يوم الاهل كلهم يتجمعون، يعني كل حد مستانس، كل واحد يعني يضحك. ويوم اروح مع ربعي يا يم عيدية صح يا ربعي يا خالي وشي، يوم عيدية تعرفين تدق على نفس الباب بعدين يوم يفتحون الباب انا استحي واشرب. ولا ليش؟ ما اعرف، خلي ربعي بروحهم. خلي بروحهم باللحظة انت وشارد. بس لا صدق كم تحس بتجمع هالعيد؟ ما ادري انت كم؟ انا ما اعرف، على حسب. حسالي على هالعيد على حسب وايد. كم بيت بنروح؟ صح؟ ايه على حسب كم عيد بنروح، كم عيد كم بيت بنروح؟ اهم شيء يوم تدقين الباب اطول الله يعطيكم. شو؟ يلا نقولها؟ يلا شو نقول؟ عاداتنا شي نقول احنا. عطونا الله يعطيكم بيت مكة يوديكم. نيس ندق 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 تودك اذا ما حد فتح خلاص. هي تقريبا دقيقتين ما حد فتح خلاص نروح. بس يكون حر. مهلا كم رد البيت غير احمر مع فلوس. عاد تخيل الحين على جونا ونحن برا ندق الابواب. اوه ناس كيف حر بيكون؟ أصلاً برد أصلاً صح؟ أصلاً برد، أصلاً الإمارات وايد برد. إيه وايد برد. درجة الحرارة كم؟ درجة الحرارة بس 50 بس. بس 50؟ لا عادي. لا والله صدق أحس صدق والله وايد متحمسة أبو العيد. أنا أكثر شيء إنه يعني بشوف أهلي ومع بعض وشي. وايد زين في العيد وين بتروحين؟ العيد قلت لك يمكن اروح بعد المفاجأة، يعني بعد المفاجأة وين بتروحين؟ والله خنيفة يغايظني احسك عمدة تسوي شيء. لا انت بتصيري وياي زي خلاص ليش خايفة؟ ما اعرف. لا مو بخايفة بس لا ما في حيوانات ما في. انا ما اوثق اسفة يعني. ما في حيوانات. انت دائما تسوي فينا مقالب اكيد انت جايب لي شيء. لا والله لا. مكان انت تحبينه. خاصة وانت تبين تزورينه. خلاص زين ما نشوف نشوف. إذا خبرني بالعيدية اللي بتحصلها يعني شو بتسوي فيها؟ بسوي فيها وايد أشياء. مثل؟ راح يعني أطلع يا ربي. وما أدري. أنا أحس بس عندي وايد أشياء بس ما أعرف شو يعني. أحس خاص حقنا تقدر تسوي اي شيء. زين بخبرك شيء، انا وعدت امي اني اجهز يعني الطاوله والسفره وكل شيء. تعرف لان احنا من عاداتنا هالشيء. فتعال ساعدني. زين اسكتي. شو؟ اسكتي شو؟ جاوبتي سؤال. جاوبت؟ بالغلط مشاهدينا. لا ما جاوبت. اللي مركز خلاص اللي مركز خلاص عرف. اللي مركز عرف الإجابة، اللي مو مركز يعني. إذا صدق يلا لازم إنه أرتب. بعد قلتي مرة ثانية. يلا أوكي. يلا بسوي هذاك الشيء. برتب عشان أنا أبغى. إنزين. مشاهدينا خلاص دام إنه أنت عرفت الإجابة مني يعني شاركوا ما في. إيه شاركوا خلاص. إنزين يلا. اختار هالدلل ولا هالدلل؟ انا اقول خليك انت على اختاري الدلة انا بعد. شوفي الذهبيات حق الحريم. هي اي واحدة هاي الاثنين؟ والفضيات حق الريايل. يعني دقيقة في شفتي ميلس الحريم؟ ميلس الحريم حق اللي فيهم ورد هذيلا. هي صح. والريايل حطي لهم الفضي والذهبي. خلاص يعني ها حق الحريم وها حق الريايل. حلو يلا نعدلها. يلا. حسبوا المطعم. هي
خلاص خلنا نرتب الحين ومشاهدينا نحن بنكمل نرتب وبرتب المكان وانا بودي الاغراض بيتنا وبنرجع لكم ونرجع لكم بعد الفاصل. فتريونا فاصل قصير ولا تغيرون القناه. لا تغيرون القناه اشوفكم عشان بنطبخ. يلا مشاهدينا بعد الفاصل ونحن الحين وين؟ في مطبخ الرايح. في مطبخ الرايح وطبعا احنا قلنا لكم كل يوم عندنا نحن اكله جديده واكلتنا لليوم ما اعطيناها اسم نشوف فاكلتنا اليوم وايد حلوه. خل اخبرهم المكونات اول شيء. بنحتاج شو؟ نحتاج قشطه وبعدين نحتاج اي بسكويت مدور وداخله كريمه. هي ويكون شوكليت مثلا مثل شي ومن داخل لونه كريمه بيضه يعني فانيلا صح؟ شي مثلا من داخل يكون مثل ما قلنا من داخل يكون نفس كريمه شي عشان يعني يتمسك شي حلو بيكون يعني بسكويت مدور شوكليت وداخله كريمه ولازم يكون عندنا شوكليت وبس ام نوف قاعده تذوبه في البيت. هي نحن عندنا شوكليت قاعدين نذوبه. هي عشان احنا ما نستعمل اي عشان احنا ما نستعمل اشياء خطره. وها ماي حارة أكيد. هي ويعني نحتاج حد كبير فأنا خليت أمي الذوبة بروح أخذها بعد شوي بعد ما نخلص. فخلنا نبدأ أول شيء يعني شو نحتاج مرة ثانية بس عشان قشطة بسكويت بسكوت داخله كريمة ويكون شوكليت مدور وشوكليت الشوكليت الثاني بيكون داخل بنيبه بعد شوي بنيبه هيك عيدهم. زين الحين نبدأ. زين أول شيء لازم نكسره. نكسر البسكويت حطها كلها صح؟ لازم شو قاعد تكسر قفازي؟ قصة قصدي شاهدين لازم تكسرونه شي خلونه صغار. ايه لازم تكسرونه عدل يكون كسر. زين خليفه انا بذكرهم بالسؤال وانت كمل تكسير. يلا مشاهدينا وخلي اخبركم او اذكركم بسؤال حلقه اليوم. السؤال هو من عادات وتقاليد دوله الامارات في العيد تقديم الفواله وتحضير البخور أو عدم وضع شيء على السفرة أو توزيع المصاحف. مشاهدينا لا تنسون تطرشون أجوبتكم عن طريق الأسماس والأرقام كلها بتكون ظاهرة عندكم على الشاشة. اختاروا رقم دولتكم أو بلدتكم وطرشوا عن طريق الأسماس. فكلكم شاركوا وتفاعلوا وبالتوفيق. ما كسرت عادل بعد زيادة بعد جيبي خاشوقة. روح خاشوقة ونحط قشطة شوي صح؟ وتحط بس شوية بعد بس زيادة تحط بعد بس واحدة بس هي حط بس الحين بنخلط بإيدنا نكسرها بعد. خلينا نسوي دوائر. يلا الحين تسوون دوائر. مشاهدينا الكرة لازم تكون مش مو بوايد طرية ومش وايد ناشفة. سويتها كرة؟ ايه سويت كرة. خليفة سوى أول كرة. حطها هني. الله خليفة هاي أول كرة خليفة. أنا الحين بسوي مالتي الكرة
سويها كبيرة تكون أحلى. تبقى كبيرة؟ وسختيني. أقول لك الحين بروح أجيب الشوكلت من البيت، أحس بيكون يلا يبي استوى. ترى يعني لا تخرب المطبخ، دقيقة بس بي. تفاجأت عبالي بجيب المطبخ بيكون مخترب. خلصنا ذوبنا الحين احنا. أمي ذوبته. شو قلتي تو؟ ولا شيء، ما قلت شيء، مشاهدينا ما قلت شيء صح؟ ما سمعتوا. انزين ما شاء الله عليك خليفة، خلصت ما شاء الله. انزين الحين الشوكولات ذايب، بس احتاج شوية، بس حركة شوية. يلا الحين تغمسون الكرة اللي سويتوها بالشوكلت. غمسها كامل؟ ايه. انا صراحة ما عرفت اسوي، ما اقدر اتحمل خليفة. ريحتها حلوة والله. وش انكسرت؟ انكسرت لانك ما سويتها عدل. أنا خلصت نماتي. كسرات. مولتي اختربت. خد عدلها وحط. أفازي خربوها. هاي متكسرة. شو اللي هاي؟ نبدأ نحط الشوكلت. امسك 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 على قطر. زهي وايد بعد. حلو. زين الحين نحطها. حطيت شي عدالة يزهي؟ لا لا. هذا ناخذها. ها دقيقة نحط هذا. صبري سويتي. يحتاج زيادة شوكليت. شو رأيك؟ يحتاج شوية. سوي عدل. شو بعد من وين؟ عدليني شوي. وين؟ هي الحين مرتبة. شوية من هني. تقدرون مشاهدينا تسوون أي شيء، تقدرون تزيدوا مثلا جوز الهند أو أي شيء تقدرون تسوون. صراحة مشاهدينا صدق صدق والله العظيم يشهي وايد. فمشاهدينا كلكم جربوا ونذكرهم السؤال. يلا زين، السؤال يقول: من عادات وتقاليد دولة الإمارات في العيد تقديم الفوالة وتحضير البخور، عدم وضع شيء على السفرة، توزيع المصادف المصاحف. ولا تنسوا مشاهدينا تطرشوا أجوبتكم عبر الاسمس والأرقام ظاهرة على الشاشة، ولا تنسوا أن آخر يوم تقدرون تشاركون فيه اليوم. للاسف والله العظيم رمضان بسرعه مر. بسرعه مر. صح ان احنا زعلانين بس مستانسين في نفس الوقت، مستانسين ان العيد بيبدا. زعلانين بس لا تخافون، بتشاركون في مفاجاه. مشاهدينا بناخذ فاصل قصير ونرجع لكم، ولا تغيرون القناه. لا تغيرون القناه واشوفكم. يشوفكم خليفه وانا بعد اشوفكم. ورجعنا لكم مشاهدينا من بعد الفاصل.
ونحن معنا الحين ضيف. معنا ضيف. ممكن تعرف عن نفسك؟ اسمي سيف سلطان سيف محمد المزروعي. ما شاء الله صح. عاشت الأسامي. إنزين وخبرني كم عمرك سيف؟ 6. عمره 6 سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله عليك. وأنت يعني في أي مدرسة؟ مدرسة عبد الله بن عمر. ما شاء الله. صف كم؟ هي في أبوظبي؟ لا. وين؟ وين؟ راس الخيمة. ما شاء الله عليك. ما شاء الله. وصف كم؟ يا من راس الخيمة. ما شاء الله. ما شاء الله. صف كم أنت يا سيف؟ صف أول. صف أول ما شاء الله. وشاطر في المدرسة؟ أكيد شاطر. أكيد. ما شاء الله صار مبين عليك. شاطر. أكيد شاطر. أكيد سيف أكيد شاطر ما شاء الله. إيه. زين وخبرني يا سيف، أنا سمعت إن أنت تحب تقرأ. أكيد أحب أقرأ. أكيد يحب يقرأ. تقرأ وايد صح؟ إيه. وبعد سمعت إن أنت دخلت في مبادرة تبون تقرون. صح أو شاركت في مبادرة تبون تقرون؟ شاركت فيها صح؟ أكيد شاركت. خبرنا شو سويت هناك؟ أنا والله حابة أعرف أكثر عنه. شو سويت؟ صرت أقرأ حق الأطفال المرضى. ما شاء الله عليك. الأطفال المرضى مع منو صرت؟ بروحك ولا مع حد؟ بروحي. لا لا مع، قالوا لي إن مع لاعبين. مع لاعبين كرة القدم. ما شاء الله. لأن قالوا لي إن سمعت إن في ولد راح وياهم. هي ما شاء الله راح. وطلع هو سيف. ما شاء الله يا سيف ما شاء الله عليك. إزاي تتذكر القصة اللي قريتها؟ شو اسم القصة؟ عجلة الندامة. عجلة الندامة ما شاء الله. وخبرنا أكثر عن المبادرة، شو سويت؟ يعني شو سويت هناك؟ غير القراءة، شو سويت هناك؟ صرنا نقص الكيكة من هناك. الله كان في كيكة بعد؟ وايد حلو. أفضل. وكيف شفتوا الناس؟ يعني كيف يوم المرضى يوم شافوكم شو حسوا؟ حسوا بالسعادة. ما شاء الله. إن شاء الله دوم يحسن بالسعادة. وكان في المستشفى بعد صح؟ صرتي. ما شاء الله. مشاهدينا طبعا اللي ما يعرف مبادرة تبون تقرون، هو مبادرة اللي يساهمون فيها الناس، طبعا مفتوحة هالمبادرة، يساهمون فيها الناس، وهي مبادرة خيرية يسوونها نفس، يسوون مكتبة في المستشفى وحق المقيمين في المستشفى، يعني المرضى اللي يطولون في المستشفى وايد، فيحبون يطلعونهم من يعني الجو، جو المرض، يخلونهم جو سعادة ومستانسين وقراءة. فوايد حلو، أنا وايد حبيت الفكرة صراحة. وسيف يعني ما شاء الله كان شارك بعد. ما شاء الله عليك. و حتى يجمعون كتب بعد. ها. وبعد شو القصص اللي تحبها بدال، يعني مو بس القصة اللي قلتها حق المرضى؟ الأرنب يوم ساعد الرجال. الله شو اسم القصة؟ تذكر ولا لا؟ لا ما تذكرها بس يعني عيبات. وطبعا مثل ما قلت المبادرة مفتوحة لأي شخص يبي يروح ويتطوع أو إنه يروح يقرأ، ومثل سيف ما شاء الله عليه. وصراحة وايد حلو. شو رأيك نروح أنا وياك؟ أنا أقول وايد حلو. تعرفين ليش؟ لأني أنا سمعت إنه في لاعبي كورة مشاركين في المبادرة. صح. وصدق سيف هالكلام؟ صدق أكيد صدق. وايد حلو. إذا كيف حسيت؟ منو كان موجود؟ لاعبين منو؟ ما أعرف. كانوا وايد صح؟ هي أكثر كانوا وايد. بعدين وإحنا جينا تم ولا نقصوا شوية. نقصوا هي. وإنزين وكيف حسيت يوم شفتهم، شفت لاعبين الكرة؟ كنت متحمس شي؟ أكيد متحمس. أنا الصراحة يعني أتمنى إن يكونوا موجودين. خلاص بنروح إن شاء الله يكونوا موجودين بعد. صراحة وايد حلو. أكيد أنت استانست. أنا صراحة ما أعرف شو خليفة، أنا وخليفة ما أعرف شو بيسوي إذا كان هناك. ولو رحت يوم قالوا لي وايد استانست. إي والله حلو. إنزين نحن عندنا الحين مقطع حق يوم جو لاعبين الكرة، وكل اللي يحبون الكرة بعيبهم هالمقطع ومن ضمنهم خليفة. فيلا نشوف الحين المقطع. يلا. أنا وايد متحمسة. يلا نشوفها. Thank you.
بيسوون اعاده تقييم ما ادري شنو السلام عليكم. الله يبارك فيك. بارك عليك بالشهر ان شاء الله. عليك ان شاء الله طول عمرك. كلمة خير. اول شيء حاب اشكر الشيخ عشان مع المبادرة الطيبة. عسى ان شاء الله تتكرر مع السنوات القادمة. عسى الله يوفقكم ان شاء الله وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. وانتم بخير الله يسلمك. وانا قصرت على المجهود الطيب. من عافية السلام عليكم. يا هلا يا هلا كيف الحال؟ خير عليك يا خير. بارك عليك الشهر ان شاء الله. علينا عليك ان شاء الله. اهم شيء ابو سعيد اهم شيء ابو سعيد. وين ابو سعيد؟ اليوم مع سعود صديقي صديق صديق صح سعود؟ شجع الوحدة الحين قالوا. يحظك يا سيف الصراحة يحظك والله يحظك. لأن أنا وايد أحب الكورة لو رحت. صراحة خريفة الكورة شيء كبير عندنا. لا لازم نروح. إي والله لازم نروح. خاص ولا صدق انا بخاطر اروح حتى انا حسيت فيلم يكون وبعد بقرا بسوي يعني شيء بنقرا وبنستانس بنقص الكيك مثل ما يقول وبنحتفل بنستانس وايد وبنتعرف على ناس وكل شيء وبنفرح ناس هذا اهم شيء بعد هي وبنسوي يعني اعمال خيريه وايد حلو انا والله وايد تحمست انزين شو رايك الحين نذكرهم بسؤال حلقه اليوم يلا يلا ونشوف سؤال حلقة اليوم السؤال هو من عادات وتقاليد دولة الإمارات في العيد تقديم الفوالة وتحضير البخور عدم وضع شيء على السفرة أو توزيع المصاحف مشاهدينا لا تنسون ترشون أجوبتكم عن طريق الأسماس والأرقام كلها طالعة عندكم على الشاشة الحين فاختاروا رقم بلدكم وكلكم شاركوا وطرشوا عبر الأسماس وهاي اخر فرصه تفوزون برمبان هي اخر فرصه يعني للأسف. كلكم لحقوا وشاركوا كلكم لحقوا هي انا سيف شو انجازاتك شو انجازاتك اكيد, أنت أكيد يعني انت تحب القرايه فزت مسابقه نقره نبدا المركز الرابع على مستوى الدوله وفزت في منتقى الابداع العلمي ما شاء الله عليك ما شاء الله ما شاء الله عمره 6 سنوات هي ما شاء الله وهالمسابقات عباره عن شو يعني شو تسوي في هالمسابقات شو سويت تذكر شو سويت يعني كنت تقرا صح هي كنت اقرا بس اقرا ما شاء الله عليك يعني هي مسابقه قراءه مسابقه قراءه اكيد بعد زين شو من هواياتك؟ شو هواياتك؟ ركوب الخيل ما شاء الله والقراءة والشعر والشعر تعرف الشعر تعرف ترقية ما شاء الله إذا تقدر تخبرنا أي قصيدة الحين؟ تقدر؟ تقدر تقول يلا قلنا أنا تحمست الله يا مفكي سحابات الهبة احفظ قبر زايد في مسجد بوظبي سنتين يسكب فوق قبره يسكبه غيما من يخيم برهام ويسكبي فقلوب كل الناس صرت مقربة أصبحت ثالث بعد الله والنبي في جنة الفردوس يا أغلى أبا يا الوالد يا القائد يا الشهم الأبي ما شاء الله عليك صح لسانك يا سيف ما شاء الله عليك صراحة مشاهدينا هذا الطفل متميز ما شاء الله طفل مميز هذا ما شاء الله عليه يعني ما شاء الله ركوب خير تحب يقرأ ركوب الخير ويشارك صح؟ وكل شيء ما شاء الله عليه انت يعني تروح مكان تركب خيل؟ ايه وين تروح؟ وين تروح؟ عزبة عمي عنده خيل كل مرة نسميك ما شاء الله ما شاء الله وايد حلو عشان شي بدأ عندك حب ركوب الخيل يمكن ما شاء الله عليك يا سيف وزين انت قريت قصة هذا حق تبون تقرون؟ قريت تبون تقرون شو كانت القصة ذكرني؟ في عجلة الندامة عجلة الندامة زين يعني شو تقدر تشرح لنا القصة؟ عن شو القصة؟ عن زوجين من الحمام جمعوا الحبوب فشدت فشج عادي عادي كمل شو اسمه عادي عادي ذكر عادي حلف استوى فصل الصيف زين
وبدأت تصغر الحبوب ينكمش يعني حجمها زين. وبعدين يوم رد زوج الحمام كان يضرب الحمامة بمنقار على أفراسها زين، وكان يطيح المطر زين، وزوج الحمامة زين ظلنا زين. وبعدين شو استوى بعدين؟ ذكر عادي. بعدين مات زوج الحمام وما حد كان ياكل الحبوب اللي معها. حلوه القصه وايد. حلو، واكيد استمتعوا. اكيد استمتعوا. لا ما استمتعوا. ما استمتعوا من القصه اللي قلتها؟ ما استانسوا؟ لا ما عيبهم القصه؟ عيبتهم. عيبتهم. انا اقول هذا صح، نحن عيبتنا. هذا عيبتنا اكيد عيبتنا، ونحن لازم نصفق لك صراحه عشان عيبتنا القصه. القصة وايد حلوة. ما شاء الله عليك يا سيف، وما شاء الله ما شاء الله، مثل ما قلت طفل متميز يمارس وايد أشياء ويشارك، وإن شاء الله لك مستقبل زاهر بإذن الله. وما شاء الله عليك، صدق ما شاء الله عليك. سيف قدوة لكل الصغار اللي حابين يبدون، وحتى الكبار. حتى الكبار اللي ما بدوا شوفوا ما شاء الله عليه من هو صغير. ما شاء الله ما شاء الله. يا سيف، انت من خبرك عن مبادره تبون تقرون؟ عمتي. عمتك؟ ما شاء الله. ومنو شجعك كله يقول لك يلا بروح ويساعدك ويخليك تتذكر؟ ماما وبابا. ما شاء الله. ربي يحفظهم. الله يحفظهم. طبعا طبعا الاهل دائما هم الدعم الاول. الدعم الاول دائما. ما شاء الله عليكم. نشكر كل ام وكل اب يدعمون يدعم عياله ويطلع مهاراته. وانتم صراحه دائما يعني بالنسبه لكل طفل انتم دائما انتم الدعم الاول، فاذا انتم دائما دعمتونا انتم اللي تعطونا الطاقه ان نكمل وشي يعني. لا ما دعمتونا ما بنكلم. دائما الاهل اهم شيء. وبعد اصلا لازم الطفل يكون عنده لازم يعني نيه من عمره. هي فما شاء الله عليك سيف شي بعد ما شاء الله عنده النية وأهله بعد داعمينه. ما شاء الله عليك. زين سيف، أنا عندي سؤال، أنت شو تبغى تسوي يوم تكبر؟ طيار. شرطي طيار. ما شاء الله. تبغى تكون شرطي طيار؟ طيار ما شاء الله. إن شاء الله تسوي طيار. صح. إن شاء الله. إذا حققت لك يعني إذا حطيت لك هدف بتوصل له إن شاء الله. إن شاء الله. صح. صح. ان شاء الله. انا صراحه بخاطر اكون محاميه او سفيره على حسب. وانت خليفه شو تبغى تكون؟ انا شو تعرفين شو تذكرت؟ شو حد قال لي لازم تكون مترجم صيني. صح. ايش تكون مترجم؟ سيف تعرف خليفه يعرف يتكلم صيني؟ لا والله. علمه تكلم صيني روية. شو اقول له؟ قل له اي شيء. قل له ما شاء الله نيهاو نيتشا شو ميزا نيتي سويلا. تعرف شو قال لك؟ قل له شو قال له. قلت له السلام عليكم، شو اسمك؟ كم عمرك؟ شوف ما شاء الله عليك تتكلم صيني. خلاص يعني انت تبغى تكون مترجم؟ لا ما انا تبيت اضحك عشان ليش زين عادي. زين شو تبغى تكون؟ انا بكون مهندس معماري. ما شاء الله. خلاص ان شاء الله. ان شاء الله. وانت ان شاء الله بعد محاميه. انت ان شاء الله طيار. ان شاء الله كلنا بنخدم بلدنا ان شاء الله. ان شاء الله. والله وايد حلو ان الطفل يكون يعرف انه شو يريد في المستقبل، او عنده فكره عن شو يبي يكون. محط له هدف في الحياه. يعني احس كل واحد يوم يكون عنده هدف من البدايه دائما يتعب ويعني يجتهد عشان يوصل لهدفه. عشان يوصل له. هي لكن اذا ما شي هدف ما اعرف. فوايد حلو انه ما شاء الله عليه سيف 6 سنوات وعنده هدف بعد. ما شاء الله. ما شاء الله. زي سيف عندك قصيده ثانيه؟ هي. تذكرها؟ شو عاد تقول له؟ لا ما اتذكرها. ما يتذكرها. ما عليه. عادي اذا ما ادرسها عادي، بس لازم يعني اذا انت تحب الشعر لازم يعني تنمي الموهبه.
ما شاء الله بعده هو صغير يعني عنده وايد بعده عنده وايد وقت ان شاء الله لما يحفظك الجاي. زين انت كيف انت حبيت الشعر؟ عمي شاعر وانا واحد من اخوه لا عمي شاعر وخوالي شاعرين في نصهم ما شاء الله ودي بعد شاعر ما شاء الله اكيد يعني شافهم وقال لازم اقتدي فيهم. هي طبعا وبعدين اللي اهله شعره دائما يكون في شيء الطفل او حد يحب الشعر وشي وايد حلو ما شاء الله عليك يا سيف. وانتي ليش تبي تكونين محامية؟ أنا؟ ايه أبا أختم وطني وأنا قدوتي صراحة أمي، أمي لها محامية. أنا قلت دايماً أنا دايماً قلت خلاص أمي هي أمي دايماً أمي محامية فأنا بتشوف إن شاء الله بتشوف ما تعرف مع مرور الوقت يمكن أغير. أوكي أنا بعدني أكتشف شو أبا أكون أكتشف أشياء جديدة. تقتدين في أمك الحين؟ طبعاً أمي دايماً القدوة حقي. إنزين للأسف وصلنا آخر رمضان وصلنا مو بس الحلقة هي وصلنا لآخر حلقة للأسف والله زعلانة تعال ذكرت الحين والله عربانك بقولكم كلكم يلا قلنا أنا متحمسة وايد سيف شوف أنا عندي مفاجأة أنا كل يوم أسوي مفاجأة حق يعني حق نوف وشمة فأنا شو عندي مفاجأة في العيد حقهم شو؟ بوديك مكان وين خبرني بسرعة يلا بوديها مكان هي تحبه وايد خبرني زين وبنسوي يعني بنسوي حلقة بنسأل أسئلة هي وبنسوي حلقة العيد هناك بعد زين وين خبرني بسرعة عشان تحمست أنا يلا سوي سوي طمن تن يا سمول بنروح يا سمول ايه قلنا والله بنسال اسئله وبنستانس حلو شقت لك اول يوم عيد بيكون صح الله وبنتعرف على ناس يداد وانا ونوف بنكون هناك نسالكم اسئله وبنسوي حلقه هناك ويعني بنشوف الناس اللي هناك واللي يبغى يشوفنا هي هناك صح؟ كلكم تعالوا انا وايد تحمست اللي يبغى يستانس ويانا ويربح جوائز كلكم تعالوا عندنا يا سمول اللي يبغى يربح عندنا وايد جوائز واللي يبغى يربح يا سمول وان شاء الله تفوزون ان شاء الله تكونوا هناك انا وايد تحمست ان شاء الله تي كلكم تعالوا دخيلكم انا وايد تحمست والله مقابل مشاهدينا وايد حلو وايد تحمست انا انزين وصلنا لاخر برنامج للاسف صح؟ لا اخر بقعد اياهم اكثر خلصت بسرعة خلينا نتذكر شو سوينا اليوم يلا شو سوينا اليوم؟ نتذكر شو سوينا اليوم سي؟ اول شيء احنا تكلمنا عن العيد ونظفنا البيت وحطيناه في بيتكم وتعرفنا عليك يا سيف ومن خلالك تعرفنا على مبادرة تبون تقرون وسوينا أكلة الأوريو سوينا أكلة صراحة أنا وايد متحمسة للما يأذن عشان أكلة ويبنى سيف عندنا المبدع اللي إن شاء الله يكون طيار إن شاء الله بالمستقبل بنشوفك طيار إن شاء الله يا سيف وانت قلت لنا قصة حلوة وقصيدة حلوة واستفدنا منك وايد استفدنا منك وايد ويعني عادي الإنسان وأنت يعني علمتنا إن عادي الإنسان يكون عنده طموح من هو صغير صح يعني ما يعني مو بمهم العمر شوف مشاهدينا وقولهم كلكم لازم يكون عندكم طموح يلا شوف مشاهدينا شوفني قول مشاهدينا لازم كلكم يكون عندنا طموح وحتى وأنا صغير عندي طموح كلهم قلت شيء حتى يوم أنا كنت صغير وأنا عندي طموح والله يستاهل تحية يستاهل تحية يلا أنتم بعد صفقوا كلكم صفقوا صفقوا له صدق يستاهل تحية وسيف صراحة نحن وايد فخورين فيك وأكيد مشاهدينا كلهم فخورين فيك ووايد يشرفنا وايد يعني يشرفنا إن احنا تعرفنا عليك ونتمنى تزورنا مرة ثانية لا تكفى وإن شاء الله تزورنا في أسمول
ان شاء الله. وتعال يا سمول بعد. ومشاهدينا انتم بعد نشوفكم في يا سمول في اول يوم عيد. ايه في وايد وايد جوائز عيديه. هي عيديه الرايح حكم. عيديه الرايح حكم. وانا صراحه ما اعرف كيف اعبر كيف انا متحمسه. خلاص حبيت المفاجاه خليفه. والله وايد متحمسه. يلا نقول واحد نعد ثلاثه نقول مع السلامه. يلا بنعد واحد اثنين ثلاثه نقول مع السلامه. انزين انزين يلا شوفني شوف مشاهدينا نقول واحد اثنين ثلاثة مع السلامة.